كيف بتخلي شخص يندم انه تركك، او كيف بتخلي حبيبك السابق او اللي انت اعتبرتيه حبيبك بيوم من الايام يندم على انفصاله عنك، او كمان بتنتقمي منه بهيدي الطريقة؟ طبعا هيدا الحبيب كان يهتم فيك بشكل يومي، كنتوا على تواصل مع بعض، وربما كان في علاقة حميمة او مثل ما بيقولوا وعود بيناتكم، او وعدك يوما ما انه هو بده يرتبط فيك ومستحيل يتخلى عنك. واذ بليلة وضحاها لقيتي هيدا الشخص تغير، يمكن بطل عم برد على اتصالاتك، او يمكن اكتشفتي انه عم يحكي مع حدا غيرك، او ربما خطب او ارتبط بفتاة غيرك. طبعا اول ردة فعل هي بتفكري فيها انه بدي انتقم منه، بدي اذيه، بدي خليه يندم، وبتمرقي بفترة من الحزن، من قلة الثقة بالنفس، اوقات بصير في عندك نوبات بكاء او بتبكي، يعني عم بيكون في عندك تقلبات مزاجية نتيجة لهيدي الطعنة اللي تعرضتي لها منه. اغلب البنات بفكروا كيف بدنا نأذيه، كيف بدنا نخليه يندم. طبعا محاولتك انه تأذيه او تلاحقيه او اي شيء من هالحركات هي مش رح تؤدي للانتقام، بل على العكس هو رح يكون مبسوط بهيدي الحالة، ورح يحس انه انت بعدك عم تهتمي لأمره، واكبر دليل انك بعدك عم بتلاحقيه وعم بتحاولي تأذيه. ومثل ما منعرف الشخص لما نحاول نأذيه معناتها نحن بعدنا ما شلناه من بالنا، وهيدا اكبر دليل لإله انك بعدك عم بتفكري فيه او بعد في عندك شعور تجاهه. فإذا كيف بتنتقمي منه بالطريقة الصحيحة؟ هن 8 خطوات، إذا طبقتيهم اتأكدي إنه رح يندم، سواء رجع أو ما رجع، ولكن كوني أكيدة إنه رح يكون مقهور وندمان على تركه لإلك، وبهالطريقة بتكوني انتقمتي منه. أول خطوة هي الابتسامة، يعني حاولي دايما حافظي على ابتسامتك، سواء التقيتي فيه بمكان بالصدفة أو عمداً، أو حتى بالصور اللي بتنزليها عندك على الواتس أب أو على الفيسبوك. حاولي دايماً تحافظي على الابتسامة، ولكن الابتسامة العفوية ومش المصطنعة، يعني ما بدنا ابتسامتك تبين انه انت عم تتعمد انك تضحكي او تسمي، لا، بدك تحاولي انه هالابتسامة تكون عفوية، لانه لما الشخص يشوفك مبتسمة وسعيدة معناتها انه انت شلتي من بالك وبطل يعني لك امره ابدا، وهيدا الشيء رح يحسسه بنوع من الخسارة أو الفقدان، لأنه كل شخص مننا عنده نرجسية معينة، يعني حتى إذا نحن اللي كنا متخليين عن الشخص أو تركينه منضل نرجسيتنا، منحب إنه لما نحس إنه في شخص بعده عم يهتم لأمرنا أو بعده بحبنا، ولكن لما نحسسه إنه هو نحن مبسوطين بدونه وبطل عم يعني لنا، هيدا الشيء رح مثل ما بيقولوا يخفف له من نزعته النرجسية، وأيضا رح يحس بنوع من الندم بأنه تخلى عننا أو تركنا. تاني خطوة هي إذا التقيت بهيدا الشخص صدفة، أو إذا كنت بطبيعة حياتك بعدك عم تلتقي فيه، حاولي تظهري أقصى درجات الثقة بنفسك، يعني كوني واثقة بنفسك إلى أقصى الحدود، ما يعني ما تتخبي أو ما تتواري عن الأنظار لما تشوفيه أو إذا التقيت فيه، بل على العكس اظهري بصورة المرأة الواثقة من نفسها إلى أبعد الحدود. الخطوة الثالثة هي إذا كان بعد في حديث بيناتكم أو جرى أي حديث بيناتكم، حاولي ما تستحضري الأمور السيئة اللي حصلت بينك وبينه، يعني ما تتكلمي أو ما تحكي بمرارة عن الأمور السيئة اللي حصلت بينك وبينه، بل على العكس حاولي أنك تحكي بالأمور الإيجابية والسعيدة اللي حصلت بيناتكم. الخطوة الرابعة هي حاولي إدخال بعض التغيير على حياتك، يعني إذا كنت قادرة على التغيير فحاولي إدخال بعض التغييرات على حياتك، إن كان بمكان السكن، إن كان بتغيير ديكور المنزل، إن كان بتغيير قصة شعرك أو لون شعرك، يعني أي نوع من التغيير هو رح يكون كتير مفيد لإلك ولتعديل نفسيتك ومزاجك بشكل عام. الخطوة الخامسة كمان كتير مهمة، حاولي دايما الحالات اللي بتنزليها أو الصور اللي بتنزليها إن كان على الواتس أب أو على الفيسبوك تكون صور إيجابية وسعيدة، وتدل إنك عم بتعيشي حياة سعيدة جدا وحياة إيجابية من دون، يعني مش ضروري تبعتي له رسالة وتقولي له
انه انا سعيدة او انا سعيدة من دونك، مش ضروري فقط انت نزلي صور وحالات على واتساب وعلى الفيسبوك او على غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، هيدي الصور والحالات تكون عم بتدل انك عم بتعيشي حياة سعيدة وايضا عم تستمتعي بوقتك من دونه. الخطوة السادسة هي تواصلي مع الاخرين او حاولي تتعرفي على اصدقاء جدد، يعني مش ضروري تتواصلي مع اصدقائه او تحسسي اصدقائه انه انت سعيدة او عم تستمتعي بوقتك او واثقة من نفسك، لانه رح يمكن تظهري بموقف انه انت عم تتواصلي قصد مع اصدقائه كرمال هن يوصلوا له هيدي المعلومه عنك. حاولي تتواصلي مع اصدقاء جدد، يعني مش اصدقاء مشتركين بيناتكم. حاولي دائما يكون طريقه تعاملك مع هالاصدقاء تبيني انه انت دائما واثقه من نفسك او تبيني سعيده ومبتسمه بشكل دائم مع كل الاصدقاء والعلاقات اللي عم تتعرفي عليهم بهيدي الفتره. الخطوة السابعة أيضا مهمة، كوني أنيقة وجذابة، يعني حاولي أنه شكلك أو مظهرك الخارجي تعتني فيه زيادة عن اللزوم وأكثر من قبل، يعني مثلا تعتني بطريقة لبسك، بالميك أب، بالعطر اللي عم تستعمليه، يعني كل شيء بيتعلق بمظهرك الخارجي حاولي انك تزيدي من الجمال والجاذبية والاناقة بتتمتعي فيهم، لانه هيدا الشيء رح يخلي يصير في عندك معجبين اكتر وايضا رح تبيني انك انت بافضل حالاتك وافضل من قبل. واخيرا كوني سعيدة. اكتر شغلة ممكن تخلي الطرف الاخر يندم على انفصاله عنك هي لما يشوفك سعيدة من دونه وانه الحياة ما وقفت عنده وانك كملت حياتك بشكل طبيعي، وبالعكس انت بافضل حال من ما كنت لما كنت معه. هيدا الشيء رح يخليه يندم، يعني الرجل لما يشوفك سعيدة وعندك معجبين وانت بكامل اناقتك وجاذبيتك وكتير اشخاص عم يتمنوا يكونوا بحياتك او يتواصلوا معك، صدقيني انه رح يندم، وحتى ممكن كتير او احتمال كتير كبير يرجع يحاول يتواصل معك او يفوت على حياتك من اول وجديد. ولكن حذاري ثم حذاري انك ترجعي تقبلي فيه بحياتك، لانه الشخص اللي بيتخلى عنك مرة رح يتخلى عنك مرة واثنين وثلاثة واربعة. ولكن هيدي الخطوات اللي حكينا عنها هي مش عشان نرجعه لحياتك، بل كرمال نخليه يندم ويتحسر على انفصاله عني. هيدا كان كل شيء بالنسبة لليوم. طبعا إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا إنكم تشتركوا، تضغطوا على زر الجرس كرمال يوصلكم كل شيء جديد. أنا بشوفكم بفيديو تاني وإلى اللقاء.